والثمان اخطاء دول بيقع فيها منشئين محتوى كتير جدا، خصوصا في البدايه اول ما يجي يبدا على اليوتيوب. اول حاجه بيركز فيها الارقام، يعني انا جبت كام مشاهده، وتخيل معايا بقى انه ما جابش مشاهدات في اول فيديو، ما ينزلش تاني فيديو ولا تالت فيديو، ويقرف ويقول لا 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 ده اليوتيوب ده صعب جدا، مع ان ده طبيعي. انت محدش يعرفك في البدايه، انت محدش يعرفك في البدايه، فطبيعي جدا انك ما تجيبش مشاهدات، وطبيعي جدا انك ما تهتمش بالارقام دي، مش دي الارقام اللي تهتم بيها اساسا. انت حاول على قد ما تقدر لما تيجي تبدأ على اليوتيوب لازم تركز على الخطة وعدد الفيديوهات اللي بتنزلها، لان الموضوع ده بيفرق جدا مع اليوتيوب، هي مصداقية منشئ المحتوى، التزامك انت كمنشئ محتوى. هل انت ملتزم انك تنزل؟ والجمهور برضو بيلتزم معاك على فكرة، لما انت تلتزم بانشاء المحتوى الجمهور هيلتزم بالمشاهدة معاك. تابع معايا بقى، لان في خطأ تاني، ان دايما اي منشئ محتوى اول ما بيجي يبدأ على اليوتيوب يبدأ يبص ايه ده، هي القناة دي مالها، احسن مني في ايه، وابدأ اقارن نفسي بيه، مع انه اصلا بدأ على اليوتيوب من سنين ضوئية وانا بادئ بعده وما عنديش امكانياته. قارن نفسك بنفسك قبل ما تبدأ، قارن نفسك بنفسك قبل ما تبدأ، وابعد ابعد عن مقارنة الاخرين. رقم ثلاثة، ما تحاولش تقلد حد. انا اكتر حاجة كانت بتميز المتوحد فكرة دايما هي اسلوبه مختلف، لا هو هادي ولا هو صايع ولا هو بتاع كلمتين وخلاص، كان اسلوبه دايما مختلف. ناس تقول لك ايه، انا بعشق عصبية المتوحد فكرة خصوصا في البث المباشر، والله العظيم بيتبعت لي على الواتساب، هو انت ليه بقيت هادي؟ احنا عايزينك ترجع تاني منشئ المحتوى اللي كان بيزعق ايه ده في ايه؟ بجد والله انت عايزيني كده؟ ايوه، فانت ليك اسلوب يميزك، حاول يكون اسلوبك دايما مميز. رقم اربعة، ودي انا مقصر فيها، اقر واعترف انا يوسف محمد الباز المتوحد فكرة انني مقصر في الرد عليك يا صديقي، انا مقصر في الرد على التعليقات، انا عارف وبعتذر، بس غصب عني انا عندي كل يوم مشكلة، سواء بقى عملية اخويا ربنا يشفيه ان شاء الله، او مشكلة في الكمبيوتر، مشكلة في الموبايل، مشكلة في الانترنت مع وي، مشكلة في الانترنت مع اتصالات، مشكلة في بيتي، عن نازل اجيب حاجة لنفسي، نازل الرجيم رجيم مش قادر اتحرك، تعبان، حوارات كتير جدا في حياتي، ولكن انا اقر واعترف ومعاك بنسبة 100% اني مقصر، ودي مش فيها اي حاجة. فانت كمنشئ محتوى وخصوصا في البدايات، انا في البداية ما سبتش كومنت، معنى كده ان قناتك لما تكبر بتنسى؟ لا مش بتنسى، انت قناتك لما بتكبر بيكون التعليقات كتير جدا. انت متخيل معانا عندي كام فيديو؟ 2500 فيديو، لو كل تعليق جالي النهاردة مثلا على فيديو او اتنين، كل تلات تعليقات على الفيديو الجديد واربعة القديم، ومش هتلاقي ان في الاخر عندي 1000 تعليق في اليوم، ارد عليه ولا ايه؟ انا سوبر اندرتيكر عرب؟ لا ما اقدرش فعلا، فعايزك تفهم وتعذرني، انا اخوك ماشي. رقم خمسة، ودي دايما بيعملها منشئ المحتوى خصوصا في البداية، وانا كمان عملتها على فكرة، انا لما جيت ابدأ قناتي على اليوتيوب زمان عملت محتوى مخالف وهو كرة قدم، ياه كنت بحب بقى كرة القدم والدوري الانجليزي والدوري المصري، ولبست اول انذار وقتها، اتجهت للمحتوى التعليمي علشان افهم اشتغل ايه ما اشتغلش ايه، ما لقيتش اي حد يوضح لي انا اعمل ايه، وقتها قررت ان ادخل محتوى التعليمي واجي اعلمك، متخيل انا بدأت منين؟ من انذار. فانت عادي جدا انك تغلط تلبس انذار عادي، بس اتعلم، وهنا هطلب منك انك ما تغيرش محتوى قناتك اكتر من مرة، وتركز بشكل مستمر على محتوى انت مميز فيه. ياه ليك اسلوبك، ليك طريقتك، لك عشقك في اسلوب وايداء المعلومة وتوضيحها، شخصيتك في الجيمينج، اوه احنا بنحب الشخص ده قوي، شخصيته في الجيمينج ممتازة، انا حبيته، ابوسه بجد والله، ليه؟ اصل المنشئ المحتوى ده هو ما يميزه شخصيته، ما يميزه اسلوبه، ما يميزه طريقته، وصلت؟ فركز دايما انك تلعب على الشخصية، تلعب على العامل في محتواك، انت مميز عن غيرك، اصل لو انت سيء زي غيرك اروح لغيرك، كده كده عنده جمهور، عنده مصداقية، عنده وعي، اروح اكمل معاه بقى، انا مع السلامة مش هجيلك. ليه؟ لانك مش مميز. خد الفكرة من ذو فكرة وطور فيها وقدمها باسلوبك وطريقتك المميزة،
وما تسمعش لحد يقول لك ايه عادي عادي جدا انك تكون مقلد حد. لا مش عادي اصلا، انا اللي خلينا اروح للتقليد وانا عندي الاصل. خليك مميز. هتكلم معاك عن جزئيه مهمه رقم 6 وهي النشر العشوائي. انت بتنشر بشكل عشوائي، يعني ايه؟ مش عامل خطه او بلان او ليميت للنشر. يعني في ناس تعمل قناه شورتز يروح نشرك 20 فيديو يقول لك مفيش مشاهدات، وانت فكرت في الخطه. اليوتيوب الفتره الاخيره بيحاول على قد ما يقدر ان هو يلزمك بمواعيد محدده تنزل فيها شورتز، علشان الموضوع بقى اوفر قوي في الفيديوهات القصيره، واليوتيوب نفسه ما بقاش مش تحمل. يعني الموضوع اوفر بجد، انتوا كلكم بتنزلوا ريلز فيديوهات شورتز حاجات غريبه، وقناه ما فيهاش ب 2 جنيه استفندي اي حاجه يقعد ينزل لك شورتز 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 شورتز. اهدى بجد، اهدى، اعمل لك خطه كده وخليك واعي كده، خلي الجمهور يكون واعي بيك، لانك مش هتظهر بالكم، مش هتظهر بالكم في الشورتز، ما بقاش فيها كم. اليوتيوب دلوقتي بيعمل خوارزميات جديده للفيديوهات القصيره، ركز معايا في الكلام اللي بقوله ده، مش هتلاقي حد يقوله لك. يعني في تحديث اليوتيوب الاخير كان بيتكلم عن الموضوع ده، ان هو هيعمل لك فيديوهات مجمعه حتى للاشتراكات. يعني انت لو مشترك في القناه هتبدا تظهر لك بشكل ايه مختلف، علشان مش يظهر لك اتنين في نفس اللحظة، فانت تقرف من منشئ المحتوى وتلغي اشتراكك. رقم 7، ان حضرتك ما تستخدمش محتوى حد. ابوس راسك اهو، ابوس راسك، بلاش تستخدم محتوى حد. حقوق الطبع والنشر صعبة، انذارها ب90 يوم، شكلها عندك على قناتك مقرف، هتوترك بشكل مستمر، هتخليك خايف. بلاش موسيقى انت مش ممتلكها، مش بتاعتك، مش ملكك. ليه؟ لان في حاجة اسمها مطالبة قد تؤدي الى ايقاف الربح على قناتك، وقد تؤدي الى ربط قناتك في برنامج شركاء اليوتيوب، وهتقابل مشاكل كتير جدا، وهتسمع من اليوتيوب ناس تقولك ايه المطالبة لا يوجد لها تأثير. طب ازاي انت وقفت لي الربح هنا يا ظالم؟ يبقى ليها تأثير. هي مش لها تأثير عليك بالسلب كانذار، لكن هي لها تأثير بالسلب على قناتك، زي الرفض، زي ايقاف الربح، زي ان حضرتك مش تعرف تكسب من الفيديو ده، زي ان ممكن تشاركك في الارباح. طب ما ده كله تأثير سلبي. هو انت لازم تديني انذار؟ طب ما ده تأثير سلبي يا باشا، صح ولا انا غلطان؟ اه والله ده تأثير سلبي عليك. فحاول على قد ما تقدر ما تستخدمش فيديوهات حد، ما تستخدمش موسيقى ليها مطالبات، وحاول يكون ليك محتواك الخاص يا صديقي. يا قنوات الطبخ، يا قنوات الروتين، وأدعية مصطفى حسني في البدايات، البدايات البدايات، يقعد يعمل لك بقى تعالى اللهم إني رضيت بك ربا، ويدخل في أدعية كلها مطالبات، وممكن في ثواني كل القنوات دي الربح عندها يقف. بسبب ايه؟ موسيقى مستخدمة ليست ملك ليك. اتكلمنا عن الموضوع ده 100,000 مرة على فكرة، بس انت مش بتسمع الكلام. أبوس راسك، حط طبعا النشر صعبة ورخمة، بلاش منها. نيجي على خطأ رقم 8، وتقريبا ده متواجد فيا انا، ومتواجد في اخويا ومامتي وابويا، هي ده طبيعة الانسان، ان منشئ المحتوى والانسان بشكل عام ما بيتعلمش من اخطائه. فعلا غلطت كام غلطة وكررتها، احنا كده، احنا كبشر كده. بس انت كمنشئ محتوى مش عايزك تغلط الغلط ده، عايزك لما تغلط تمسك ورقه وقلم وتكتب انا لقد غلطت في كذا، زي ما انا قلت لك ايه، وقر انا يوسف محمد الباز اني اخطات في ان انا ما بردش عليك، اعترفت، واعترافك بغلط انك ما تكرروش تاني. طب ما انت بتكرره وما بتردش علينا، ما انا قلت لك غصب عني، ما انا قلت لك مش مزاجي، ما انا قلت لك عندي مشاكل، عندي ظرف. لكن انت طول ما انت مش عندك ظرف لازم تتعلم من اخطائك، لازم تشتغل على الريتم ده وتطور منه، خصوصا ان حضرتك داخل المكان المنافسه فيه صعبه وشرسه. يعني مش مجرد انشاء محتوى وخلاص، لا، انت بتنافس، وبتنافس ناس قويه ورخمه، ورخمه جدا، مستني لك الغلطه اللي تغلطها. يعني تلاقي واحد بيتكلم بيقول لك ايه، انا بتكلم بقول لك ايه قناه مش عارف حصل فيها ايه كذا كذا، يقول لك ايه انت تقصدني؟ انا مقصود، انا جبت سيرتك، انت مش، انا مش شايفك، بس انت علشان تعمل فيديو تطلع تقول لا انت تعالى نصحح معلومه كذا، صح معلومه ايه؟ انا ما جبتش سيرتك، انت ليه خدت الموضوع عليك؟ فعايزك تفهم ان ده انك داخل سباق، خليك دايما سابق، انا هنجح، انا هتطور، انا مش هعمل اخطاء الثمانيه دول اللي هياثروا عليا بالسلب، انا هوصل.
انت تقدر توصل، والله تقدر توصل. وبيني وبينك الايام هتقول يا هم توحد، فكرة انت كلامك كان صح، ان انا بالموبايل العادي المكسور اللي كاميرته مش الافضل ممكن انجح واوصل. والله قادر تنجح وتوصل. هو المحتوى من يسيطر، الاسلوب، الشخصية، الكارير بشكل عام. العب على شخصيتك وطور من نفسك، الموضوع هيفرق جدا معاك في قناتك، في مشاهداتك، في ارباحك، حتى في اشتراكاتك. تحياتي ليك، اشتراكك وكومنتك. ايه رأيك في الهايبرة دي؟ حلوة؟ عجبك؟ لو عجبتك اكتب لي في الكومنتات. لو شايفنا نرجع تاني على المكتب، انا مش برجع في كلامي. شكرا.